طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون.
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون صدق الله العلي العظيم أفلح من يصلي على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم بدد بنورك ظلمة الأحقاد واشرق فوجهك بغيتي ومرادي وانشر لواء الحق فوق ربوعنا واجتث كل زعانف الإفساد طهر بلاد الله طهر بلاد الله إن ترابها يهفو لوطئك يا سليل الهادي واكحل بطلعتك الحنون جفوننا فالعين قد رمدت من الإجهاد واكحل بطلعتك الحنون جفوننا فالعين قد رمدت من الإجهاد السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته باقات من التهاني والتبريكات نرفعها لكم بمناسبة ذكرى مولد منقذ البشرية الإمام المهدي بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف وبهذه المناسبة يعم الفرح ويعذب الحديث وتترقرق الكلمات وبهذه المناسبة يحلو الشعر وتحلو الجلسة مع الشعراء يسرنا أن نلتقي بكم في هذه الليلة مع كوكبة من الشعراء والمبدعين الشاعر السيد علوي الغريفي الشاعر مهدي السندي والشاعر يوسف الأصبعي الشاعر خليل آل إسماعيل والشاعر عباس فرحان نرحب بهم جميعا ونسعد في تواجدهم معنا هذه الليلة ونسعد في تواجدهم معنا هذه الليلة لننقل مشاعرنا وما يختلج في نفوسنا من فرح وحب وولاء لصاحب الزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بمناسبة ذكرى ميلاده نبدأ الأمسية بالشاعر عباس فرحان عزيزي عباس الميكروفون لك ونحن في شوق لاستماعك فتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك لكم هذه الذكرى ذكرى مولد إمامنا ومنقذ البشرية الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف
أسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة علينا وعليكم بالخير واليمن والمسرات بركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ندبناك صبحا فصبحا بدمع يصدر شكوى ويشتد فينا حنين لنجواك في كل نجوى. أيا صاحب الأمر جئنا ونحن نصاحب رجوى. متى سيدي للمآقي تلوح لتكشف بلوى. ظمئنا من الشوق هيا تقدم لكي بك نروى. بمولدك الأنوار تشرق والبشر وفي النصف من شعبان ينشرح الصدر. أيا خير مولود تجلى بليلة سلام هي حتى يطلع النصر والفجر. أبا صالح أنزلتك القلب كله فشرفه دوما كي يعمره الطهر. أسير أنا قد طال عنك تباعدي ولولا رجائي فيك آيسني الأسر. خجول إذا جاءتك في كل جمعة صحيفة أعمالي يسودها الوزر. خجول إذا جاءتك في كل جمعة صحيفة أعمالي يسودها الوزر. أعودك في صدر الصباح معاهدا ولكن عهدي لا يغادره الغدر. تراني ولو خلف السحاب مغيبا وحاشا بأن يغشاك أو يمنع الستر. عساني أرى مولاي في عينك الذي بعاشور في عين الحسين رأى الحر. بقربك تدنيني وتهدي بصيرتي وتعذر تقصيري وإن قبح العذر. أحسنت. وعدت أنادي باسم من صدقوا الولا فمنهم تسامى في انتظارهم القدر. تعال انصر الإسلام أنت وليه بدونك لن يرقى له الفتح والنصر. تعال اركب الهيجا وأذن بحربهم وصدرك أثلجه فكم فته القهر. تعال املأ الآفاق ورد عدالة لطيب شذاها يطمح البر والبحر. أيا يوسف الزهراء يا أيها العزيز جئناك في الذكرى وقد مسنا الضر. تصدق علينا بالدعاء لكي نرى من الدهر يسرا بعدما نابنا العسر. إمامي تكبدنا الأذى دون حبكم ونشهد أن الحب بيعته خسر. يعاب علينا بالخرافات والمنى جحودا وتكذيبا يذوب له الصخر. وقالوا أموجود إمام زمانكم أيمتد آلاف السنين به العمر. كأن قد نسوا نوحا وطول حياته ولم يعلموا للآن لم يمت الخضر. أحسنت. وقالوا أموجود إمام زمانكم أيمتد آلاف السنين به العمر. كأن قد نسوا نوحا وطول حياته ولم يعلموا للآن لم يمت
خضر يريدون أن نستبدل النور بالعمى ونعطي هوانا للذي ذمه الذكر ونفرغ من شهد الولاء قلوبنا ليسكنها من طعم بيعته مر ونتبع من بالغي أنفق عمره فأوله كفر وآخره كفر فوالله لو تلقى السيوف نحورنا لقلنا إليها أين ذلكم النحر ولو جلبوا أعتى سلاح لقتلنا تلاحم في أوصالنا البأس والصبر فوالله لو تلقى السيوف نحورنا لقلنا إليها أين ذلكم النحر ولو جلبوا أعتى سلاح لقتلنا تلاحم في أوصالنا البأس والصبر ممات على منهاجكم وولائكم أحب إلينا من حياة بها نكر ممات على منهاجكم وولائكم أحب إلينا من حياة بها نكر لنا معكم يا ابن الكرام كرامة وليس لنا في غير مذهبكم فخر فشكرا إلى آبائنا وجدودنا ولا نرتجي للأمهات يفي الشكر ولا نرتجي للأمهات يفي الشكر سنبقى على وعد النبوة ما بقى يصاحبك القرآن والحق والعصر نسائل عن علم بأنك ظاهر عليك متى من ربنا نزل الأمر لتخطب في البيت الحرام مظللا براية حزب الله مشروعك الثأر لتخطب في البيت الحرام مظللا براية حزب الله مشروعك الثأر أحسنت أستاذ لا فضفوك انتقل إلى شاعر آخر ونرجع لك لا فضفوك أستاذ عباس وهناك شاعر آخر مشتاق أيضا يعبر عن شوقه بهذه الأبيات التي يقول فيها زرني فديتك فالفؤاد مشوق وبه من البلوى جوا وحروق طيف الحقيقة هل سأحظى لحظة بمناي منك فإنك المعشوق هل أرتوي من فيض نورك حينما يجلو عيوني قدك الممشوق يا من سكنت قلوبنا يا من سكنت قلوبنا فعيوننا ترنو إليك وهدها التحديق يا حجة الله الجليلة في الورى أشفق وطل فمن سواك شفيق ننتقل الآن إلى شاعر آخر الأستاذ خليل آل إسماعيل تفضل عندك مايك السلام عليكم أيها الحضور الكريم نبارك لكم هذه الليالي المباركة بمولد الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف وجعلها أيام سعيدة ومباركة إن شاء الله يا قرآن الصبر بك قلبي بسمل يا قرآن الصبر بك قلبي بسمل ورتلك الصبر يا سيدي بسمل تضمني وهذا صك يا مهدي بس بسمل تضمني بجندك وتعطف علي أصلي لك يا مهدي وانت صلي ودعاءك كل صبح نوره وصلي إذا أذكر هواك ادعي
وصلي على آل النبي بنبرة قوية. اللهم صل على محمد وآل محمد. خشع اشتياقي هل تجيء لمهلة، فالشوق من فرط الغياب تألى. من أين أبدأ فيك سرد قصيدتي؟ هب لي لأبيات الجلالة وصلة. أحتاج حبر العرش كي أصف الضياء، ودوات حيدر في القصيد وعزلة، وفصاحة القرآن في ألفاظه، وخيال طه عاشقا يتولى، وملامح الأملاك في تسبيحها، وحراء مرسول الإله لليلة، وقصيد عنتر في حروب غرامه، في كل سيف لا يفارق عبله، وملامح الأملاك في تسبيحها، وحراء مرسول الإله لوهلة، وقصيد عنتر في حروب غرامه، في كل سيف لا يفارق عبله. أحتاج وجها فيه لمحة عاشق، والله بالأنوار غير شكله. أحتاج ميزان الهوى لقصيدتي، فقصيدتي دون الهوى مختل. أحتاج كل النور كل الذات، أحتاج المدى ليدلني وأدله، أحتاج كل المفردات لوضعها حتى أخط إلى مقامك جملة. أحتاج كل النور كل الذات، أحتاج المدى ليدلني وأدله، أحتاج كل المفردات لوضعها حتى أخط إلى مقامك جملة. يا مثقلا بالصبر في زمن الردى، خذ قلبي المجروح فيك ودله. خارت قواي وجف صبري ظامئا، هل لي بنورك سيدي ليبل. وأسوح بحثا والدروب متاهتي، أخيار دربي في المتاهة قلة، وبقيت في منفى الحنين لعلني ألقى الضياء، وما يقول لعل. فرأيتني أدنو إليك نقاوة، وبساحتيك القلب يخلع نعله. ولهن وعزلة عاشق متيقن أن اللقاء يحين عند العزلة. هذا أنا في بحر شوق غادر، حلما أراك بنومة مختلة، فأنا إليك كيوسف الجب الذي ناداك عند توحد فتولى، وأنا إليك كمريم في طلقها، وأضعت من ظلم الزمان النخلة. هيا تعال هيا تعال وطهر القلب الذي الدهر والزمن اللئيم أضل. هيا تعال، هناك ينتحب الملا، وهناك طفل يستباح وطفلة، وهناك شحاذ أراد كرامة أعطوه قنبلة تفجر أهله، وهنا أب قد أفجعوه بولده، وهناك من فقد الضنا في غفلة، وهناك والدة تعيش حنينها وتراقب الزمن الطويل بعلة، وتنوح تنتظر التلاقي بابنها، تمضي وحكم الظلم أصدر قتله.
وهنا وهنا شهيد عذبوه لأنه عاش الحياة كرافض للذل وهوى كموت الخاشعين لربهم ولقتله لا قاتل وأدل وهناك سيدة أباحوا هتكها والذنب لم تحفظ نشيد الدولة وهنا وهنا سجين قيدوه لأنهم جعلوا مطالبه المحقة زلة وهنا مدينة أحمد قد دنست وهناك أيضا دولة محتلة وهنالك الأقصى محاصر وهنالك الأقصى يحاصر بالأذى والمقدس المحتل غير كمل وهنا هناك تواصلت يا سيدي باعوا كرامتنا بطبعة عملة هيا تعال فلا أمان عندنا فالعيش أصبح في الحياة مذلة أقم الصلاة ودع لعيسى فرصة يأتي وراءك راكعا في طلة اظهر وأذن بالسماء مجلجلا اظهر فأنت إلى العدالة قبلة فعروبة الأعراب ماتت سيدي متنا ولا فزع لنا أو صولة فاظهر كجدك في الطفوف مناديا كندائه هيهات منا الذل. أحسنت وأجدت أستاذنا الكريم بارك الله فيك، وكأننا في هذا الحفل نحل نرتشف الرحيق من زهرة إلى زهرة، بعدين احتسينا رحيقا من الأستاذ خليل آل إسماعيل، ننتقل جميعا إلى زهرة أخرى سيدنا العزيز السيد يوسف الصيبعي، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن سار على نهجه وهداه، وعليكم أيها الأحبة جميعا ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تعمدت الرجوع إلى البدء لكي تستريح الأسماع من الصخب الذي تفضل به الأخوة، فأقول سلام كلما حصل اللقاء، سلام كلما حصل اللقاء، سلام فيه يبتسم الوفاء، وأهلاً بالأحبة ما اجتمعنا بمحتفل يزينه الإخاء، لقد عدنا. أتذكر أنا جيت كان من فترة طويلة، لقد عدنا وعاد بنا سرور لما طلبوا أحبتنا وشاءوا بأن نلقي القصيد، فصح منا بأن نلقي فينبسط الهناء. سلام أيها الأحباب منه يفوح العطر حبا حيدريا، وشعر يعتلي قمم القوافي بما غنى نشيدا جعفريا. أنا من عالم الذر غريم رأيت الحب نورا أزهريا، تكونت بأمشاج الولاء فصارت نطفتي تهوى عليا. محمد وآلي محمد. أرسل قصيدك للقلوب نبيا، أرسل قصيدك للقلوب نبيا،
واملأ به سمع السماء دويا، واجعل به مدح الإمام علامة تنبي بأنك لم تزل شيعيا. حدث بأنك في القصيد لحيدر وبنيه تبقى للمدى جنديا، تلقي إليهم بالولاء مشايعا بالحق من بعد التقي تقيا، تطأ الصعاب على هداهم صابرا حتى تلاقي منهم المهديا. حدث بأنك في القصيد لحيدر وبنيه تبقى للمدى جنديا، تلقي إليهم بالولاء مشايعا بالحق من بعد التقي تقيا، تطأ الصعاب على هداهم صابرا حتى تلاقي منهم المهديا. فإذا عرفت الدرب واتضحت لك الرؤيا وبان لك الصراط سويا، فاحرص على هذا السبيل محاذرا. الإخوة ما زالوا يبحثون عن هذا الصراط. لا، الآن إحنا إن شاء الله على وشك أن نلقى هذا الصراط، فاحرص على هذا السبيل محاذرا من أن تميل بلحظ عينك شيا فتغيب عن عينيك غايتك التي إن تهت عنها فارقتك مليا، بل سوف تبقى بعد ذلك صاغرا وتعيش عمرك عن هداك قصيا، وتتيه في الآفاق تلتمس الهدى في النوح تحسب خيره مأتيا، إلا إذا ما لاحظتك بعينها، إلا إذا ما لاحظتك بلطفها عين السماء كيما تعود تقيا. واعلم بأن الله موف عهده حتما وكان معاده مأتيا. أحسنت، سلمت سيدنا حياك الله. وقبل أن ننتقل إلى الأستاذ مهدي السندي، أستميحه عذرا بأن أبعث تهنئة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أمير المؤمنين عليه السلام بهذه المناسبة. ولد المخلص فابشروا بسلامي، وتحقق الأمل الجميل السامي، زف التهاني للنبي محمد وكذا لحيدرة فتى الإسلام، فانشق يا وجه الدجى عن وجهه كيما نسر بثغره البسام، ونرى بطلعته البهية مشرقا كالبدر يزهو في بحور ظلامي، تهفو إلى لقياه كل نفوسنا فالشوق فينا دائم متنامي. الأستاذ مهدي تفضل. أسعد الله أيامكم أيها الأحبة، وأبارك لكم هذه المناسبة العظيمة. طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. قل للمدائح، قل للمدائح من، قل للمدائح من في الحسن ألبسها تاج العلا وكساها الحللي، من أودع الروح فيها والحياة، من
أودع الروح فيها والحياة ومن ألفت مناقبه من أعظم النحل لآلئ من كنوز الوحي إن نطقت أنفاسها المسك يزكو في فم الجمل تعطر الكون مفتونا بمبسمها تعطر الكون مفتونا بمبسمها لأنها ذكرت اسم الوصي علي تعطر الكون مفتونا بمبسمها لأنها ذكرت اسم الوصي علي وراح يلثم ما أبدت وما سترت من الجمال بآيات من الغزل حتى غشته بأنوار حتى غشته بأنوار فخر لها ينوي السجود خضوعا غير محتمل فجللته كساء من محاسنها من نور قائم آل البيت خير ولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحب يا منتظر المحيب المحب يا سيدي عذال لولا متى المحب يا سيدي عذال لولا متى يلبس غرامك درع واسمك يصح لا متى لكن يا مهيوب لكن يا مهيوب ينطر طلتك لا متى صابر على الضيم راضي ولا الفرج منتظر صابر على الضيم راضي ولا الفرج منتظر قلبه مثل اشواق ما هم الذي ما انتظر ما انت الفرج سيدي يا مهدي يا مهدي ما انت الفرج سيدي يا مهدي يا منتظر وطه انتظار الفرج افضل اعمال امتك اللهم صل على محمد وآل محمد. استاذي العزيز لن افارقك حتى تعطينا أبودية. تفضل. يا من رب العلا بيومك بيومك وعدنا اي والله وعدنا يا من رب العلا بيومك وعدنا إلك شيعا نضل صادق
وعدنا عدنا رواح عدنا رواح لك فدوة وعدنا قلوب قلوب بنار بعديك مبتلية. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله فيك، جمعت الصوت الجميل والكلمات الراقية الرقراقة والمشاعر الجياشة، فشددتنا وما كان لنا إلا أن نحلق معك حيث ذهبت بنا. أبو ذي أخرى سيدي يا أبا صالح، الجفاكم يا عذر عنده وحجة، الجفاكم يا عذر عنده وحجة، حبكم بيت طوفنه وحجة، حبكم بيت طوفنه وحجة، محمد قائم ومهدي وحجة، اسمك بالضمير يفيض ضية، اسمك بالضمير يفيض ضية. الأستاذ خليل الإسماعيل نرجع لك، لا عشان بالترتيب نرجع لك فما أنت قائل لنا. إذا مو مستعد نروح للأستاذ. لا مستعد، أوكي، بس مقدمة للقصيدة الثانية. كسرت قواعدي فسموت أحلى، وشعري بالغرام بك استهلا، فللإذلال قد أعلنت رفضي، ومنك تبدلت نعمي بكلا، وأمي أنجبتني منذ دهر، ولكن لم تزل بهواك حبلا، ربيت عليك حبا وانتظارا، وحبك داخلي مذ كنت طفلا، وإني قد نشأت بك انتماء، وقدري في الخلائق قد تعلى، فما لي في الهوى أو ما لقلبي بعشق قيل في قيس وليلى، أتيت لكي أخطك في قصيدي، فقال الشعر يا أهلا وسهلا، ولو وزني به كسر وضعف بذكرك توزن الأبيات عدلا، لساني حائر من أين يحكي، ووصفي فيك يا مهدي شلا، ومهما البحر في شعر احتواك سيبقى البحر في الأوصاف ضحلا، أيا قرآن عشقي في حياتي، وفيك الآية النوراء تتلى، أيا من قال فيك الله قولا، وفيك المصطفى قد قال قولا، عليك صلاة حبي وانتمائي، فرب العرش حبا فيك صلى. اللهم صل على محمد وآل محمد. يدع بلن العشق من ألهج بطرواه، ويخط عني القلم والهام بس عنده، حبيبي وشوقي له شوق النبي يعقوب، وتدرون الألم لو طالت المدة، إذا مل الصبر ألفظ اسم مهدي، يا مهدي بقومتي ويا مهدي بل قعدة، حسبت أيامي وسنيني لجل ألقاه، طلع شيب الشعر وما خلصت العدة، يا ريت يجيني لو بس لمحة من عيني، موافق لو يجيني بحلمة الرقدة، موافق يظهر واستأنس بشوفه، موافق يظهر ويرفضني من جنده، حبيبي لو رفضني يبقى محبوبي، وأدري ما يخليني بوقت شدة،
إمامي كل شي منه يحلى في عيني بحر معجب في جزرة ومعجب مد أشم بكل مكان بنفحة الإيمان وعطرة مو عطر مسك وشذا وردة وهو ريحة محمد سيد الأكوان وريحة الحسين المنذبح جدة أحب لو أزعل بذنبي في كل يوم ولكن أدعي له بالروحة والرد وقبل مصحف الباري إذا أقرأ كأني مقبل المهدي على خده وهو المصحف ترى وترتيلة الآيات وآيات الحمد مو في الأصل حمده أحب مو لأن غايب عن الأنظار أنا الحبيت من كان هو في مهده أنا انتظر سنين وقلبي بس وياه ويخيم حزني من يكثر علي بعده وانتظر أسد يظهر على الظلام وحلاته لو شهر كل سيف من غمده شبابي انتهى وشيبتنا بشوقي متى يجيني وشبابي بنوره يرد أحل فيجيني ويقرب لي بنوره لأن شوقي إله واصل ترى حده ولجل عينه ولجل روحه ولجل نوره أبهدي له صلاتي أعلن بي جدة اللهم صل على محمد وآل محمد. في القصيدة السابقة تسأل عن سلامة وزن شعرك، أقول لك لا كسر ولا ضعف في أوزانك، شعر سليم جميل تطرب له النفوس. بارك الله فيك أستاذ العزيز. أستاذ عباس فرحان، سمعنا أيضا أنك أعددت لنا بعض الأبوذيات، أقدم لك بأبوذية ثم نسمع منك. وحق البيت واللي فرض حجة، وحق البيت واللي فرض حجة، بعدك ما حصل للناس حجة. اللي عندك يا اللي عندك يا شبل الحسن حاجة، اللي عندك يا شبل الحسن حاجة، وهالحاجة الشفاعة وهاي هي، وهالحاجة الشفاعة وهاي هي. تفضل استاذ. طبعا طبعا ارد عليك بالأبوذية بعد قصيدة. تحدى يا من ما تقدر الدنيا، تحدى يا من ما تقدر الدنيا، تحدى يمتى للنصر سيفك، تحدى عدوك جار يا مهدي، تحدى يقول اهدم القبة الزينبية. عمه ياسر هل أتى وتأويل، عمه ياسر هل أتى وتأويل، عمه اظهر والقسط والعدل، عمه إلك مدفونة برض الشام، إلك مدفونة برض الشام، عمه تعال احرسها من هالناصبية، تعال تعال احرسها من هالناصبية. وصال رمته وأنا الوصول، فهل لي نحو رؤيتكم سبيل، يرتل خاطري آيات عشق، وليل العاشقين هنا طويل، وريث المجد أتعب انتظاري، وعن طول النوى صبري قليل. متى يعلو الأذان، لقد أتانا إمام العصر، للهادي سليل لنقنت في صلاة لو رآها رسول الله يبتشر الرسول، لنقنت في صلاة لو رآها رسول الله يبتشر الرسول.
وينك يا الغياب عذب الروح وقضيت العمر كله بانتظاره وينك روحي تسأل والفكر حار وقلبي اللي يعشقك طال انتظاره نص شعبان حان وجيت اهنيك جبت ورده وجبت شوق الحياره وينك ساكن بالمدينة وطيفك هناك لو ذي طوى ورضوى هناك دار انت بكربلاء زاير للحسين لو بالنجف يم اللي يحمي جاره لو يم قبر زينب رحت مشتاق تواسي الغربة وتأدي الزيارة وينك وينك طولت يا صاحب الثار مو معقول مثلك ينسى ثاره اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على بارك الله فيك لقد أهجت مشاعرنا عندما اختلطت كلماتك بصوتك الجميل أثابك الله أستاذي العزيز طبعا الشاعر سيد علوي الغريفي من المفترض أن يكون معنا ولكن لظرف ما اعتذر عن الحضور النوبة تصير إلى السيد يوسف الصيبعي فليتفضل ليسمعنا ما عنده تفضل سيدنا قبل لحظة جال في فكري أو جالت في فكري هذه الفكرة وهي أنني كنت أدعي أنني قربت من الإمام ولكني التفت إلى أن الأخوين كانا يناجيان الإمام والمناجي هو أقرب من المادح أو الواصف الواصف قد يصف القريب والبعيد ولكن المناجي هو أقرب فداهمني هذا الشعور أنهما أقرب مني ولكنني وقعت عيني على هذه المقطوعة التي هي أيضا فيها مناجات والحمد لله الذي رزقنا هذا فأقول له مولاي يا من به كل الوجود تعطرا يا من به كل الوجود تعطرا ونسيمه ما بين أضلاعي سرى لولا حكايتك الجليلة قد جرت ما كان في ذا الكون من شيء يرى
لولا حكايتك الجليلة قد جرت، ما كان في ذا الكون من شيء يرى من قبل آدم، والعوالم لم تكن، ما كان شيء في الوجود مقدرا، فأضاء نورك بعد نور محمد وعلي والزهراء، ممتد السرى حتى استوى خط الحكاية محكما. يا ميم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أولها باء وآخرها ميم. يا حتى استوى خط الحكاية محكما، علي عليه السلام ويقول وأنا نقطة بائها، حتى استوى خط الحكاية محكما. يا ميم بسم الله في اللوح برا، فعلي نقطة بائها، ومحمد المهدي في ميم الرحيم تسطرا. أحسنت. مررت بأشعاري على الشاطئ الأسمى، مررت بأشعاري على الشاطئ الأسمى، رأيت به بابا ونافذة شما، تطل على درب، تطل على درب يسير لغاية، تثير النهى فكرا، وتستنهض العزم، وتستنطق الأفهام والهمم التي أناخ بها الإعياء عن ذلك المرمى، وتحمل للإنسان أحلامه التي بما قدمت كفاه قد أصبحت ظلما. فهل آن للإنسان أن يقدح الكرى، فهل آن للإنسان أن يقدح الكرى، وهل آن للإنسان أن يفطم الحلم، ليلقى أمانيه بطلعة واحد هو القائم المهدي والحجة العظمى. محمد. لا ثانية. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا فض فوك سيدي وسلمت قريحتك. الأستاذ مهدي السندي، بماذا ترد على السيد الجليل سيد يوسف الصيبعي؟ تفضل. أحسنت. هذا الله فضلك. سرور فؤادي، سرور فؤادي، سرور فؤادي، ذكركم يا آل بيت المصطفى بولائكم وبحبكم وبقربكم عيش صفا، وعلى طريقكم السوي يطيب للزاد الذي في طعمه، في طعمه ومذاقه، في طعمه ومذاقه أجد السلامة والشفاء. بعد على على ضفاف رياضكم أرجو جواب توسلي، وعلى ضفاف رياضكم أرجو جواب توسلي،
إن التوسل عندكم وبكم طريق للوفاء. وإن اعتصمت بحبلكم وإن التجأت لحصنكم فالله آمرني بذا وبذا إلهي كلفا. وبه يملكني الرضا وبه ضمان سعادتي وبه أجوز صراطه يوم القيامة خاطفا. هو ذا الطريق إلى الجنان ولا أكن لا غيره. بمعينه الصافي ارتويت بعشقه قلبي اكتفى. ولذا يا مولاي ولذا أبوح بحبكم وأعيش لذة ذكركم. إن الفؤاد لغيركم ما مال يوما أو هفا. أوقفت عمري والسنين وهذه اللحظات أوقفت عمري والسنين الطيبات لمدحكم. صلى عليكم خالقي يا آل بيت المصطفى. اللهم صل على شيعينا 12 شيعينا 12 واسمي بعد مهدي. شيعينا 12 واسمي بعد مهدي. حبيت هذا الاسم من كنت فيه مهدي. امي تهز المهد وتصيح يا مهدي مهدي. وكنا المهد ما هو برض بسمه. تلولي لي وانا ابتسم بسمه ورا بسمة. تطلع غصب ضحكتي لو جاهرت بسمة. بسمة تنادي وانا اسمعها وانادي بعد. بسمة تنادي وانا اسمعها وانادي بعيد. مهدي وهذا القلب ما يوم عنه بعيد. غالي علي الاسم وش اغلى منه بعيد. بعد شنادي بعيد. بعد شنادي بعيد. بعد شنادي بعد. وانا بنصف شعبان ليلة عظيمة وظن فيها البدر شعبان. انزاح يهمون الليل القلب شعبان 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 شهر الفرح. يا مرحبا واهلا شعبان شهر الفرح. يا مرحبا واهلا. عاصي عاصي العبد هيئ للمغفرة. واهلي واهلي جاهل وصل مرتضى وطاه النبي. واهلي جاهل وصي وفاطمة وطاه النبي. واهلي وجاهل الذي للبشر من العلي مهدي. ولا مال ولا
ولا مال ولا مال على بابك أمانينا ولا مال على بابك أمانينا ولا مال ولا حاد القلب عنك ولا مال بساعة لا ولد ينفع ولا مال تقر عيوننا يا ابن الزكية تقر عيوننا يا ابن الزكية تقر عيوننا طبعا عندي اعلان بس ما بيطلع من الجو فباجل الاعلان الى النهايه ان شاء الله. ماذا عساي ان اقول سيدي؟ اجدت وابدعت لا فض فوك وسلمك الله. الاستاذ خليل آل اسماعيل طبعا هذه الفره الاخيره ولكن الاستاذ له طلب ان يختم يعني بعد هذه الفره يكون هو ايضا مداخله اخيره ونعطيه طلبه فتفضل الآن وإن شاء الله تختم هذه الأمسية. طبعا عندي قبل البدء عتب على هذا المرخ بعد هالصوت ما شاء الله يعني صلوات مو في المستوى انتم كلكم سادة ما شاء الله ثلاثة أرباعكم سادة تبخلون على جدكم بصلوات بأرفع أرفع أصواتكم. الله ثاني على حب علي صل على محمد ثالث لتعجيل الفرج صل على محمد القصيدة طبعا لا ولا بد أن تكون هناك شكاية إلى صاحب الزمان على ما يدور بنا في هذا الوقت بالتحديد. لك يا مهدي جيت اسولف واشكي احوالي وانت تعلم اللي جاري بي وعلي جيت افصل كل جرح خلانا بالحسره جيت اقول البينا كله مو فقط بي بمولدك جاي اسرداهات واسو امال بمولدك جاي اسرد آلام واسو آهات والجرابين يا غايب ما هو شوية هو ذنبنا نلطم بكل حسرة عظامي ولن نلفظ يا علي بالروحة والجية هو ذنبنا بكل مصيبة النادي يا حيدر هو ذنبنا نعشقه ونتوسل بضية السبب واضح وعين الدنيا هتشوفه السبب حبنا وعقيدتنا الإلهية لأنه نحب النبي والزهرة والعترة لأن نعشقكم ونكره كل بني أمية عاقبونا بسيف ومدفع ويا دبابة وقنبلة بمرقد لعان علينا مرمية التقية ما تفيد ولا بعد طيبة وبرغم هاللي جرى ظلينا سلمية وبرغم سوء الفعايل والحقد بيهم بخصايلكم نصفي وياهم النية ورد رجع لنا المرادي والله يا مهدي وخلف بأحقاد أمثال ابن تيمية وبرغم سوء الفعايل والحقد بيهم بخصايلكم نصفي وياهم النية ورد رجع لنا المرادي والله يا مهدي وخلف بأحقاد أمثال ابن تيمية ورد رجع شمر اللعين ويصعد علينا وعدنا هو نفسه وشبيهه مية
بالمية ورد رجع حرملة وبإيد السهم قاصد يصوب الماله ذنب ضامي بلمية لن يا مهدي بزمن ظلينا نهواكم هاجموا حتى المساجد لانها مضوية رادوا الكعبة يهدموها بسبب حيدر مو لان الكعبة اصلا كلها شيعية ذبحوا شيعة علي حقدا على المذهب وردت الجينة السلالات السقيفية ورجعوا ليفتوا بذبحنا باسم الاسلام واكلت لك باد رجعت بالفعل هي اتعاطفت ناس بصور مكذوبة في الواقع وقالت الثورة بصراحة ثورة شعبية اتعاطفت ناس بمجازر في مصر والشام وقالت الثورة بصراحة بيها شعبية مو نفسها اللي ينظرون جاري في بلادي مو ضحايا تقتلت بكل عدائية مو نفس الارهاب موجود بنفس الاسلوب مو بعد أمتنا إسلامية ثورية مو شباب استشهدت والرضع اختنقت مو مطالبنا مثلهم عدل حرية مو يقولون إن بشار الأسد ظالم خل يقرون بظلم حكم الخليفية هذا يا مهدي التناقض حل على العالم أصبح الباطل وهو الحق اللي بالدنيا وأصبح الحق باطل وكل شي انعكس بينا وسموا الشيعة الخنازير المجوسية صرنا مثلات الخطر يا مهدي منبوذين رادوا نعيش بعمد عيش العبودية شنهو أحكي لك يا مهدي وشل أسولف بيه عشنا فتنة للأسف شيعية سنية الشريف اللي تزين بلبس الإسلام انقلب يا مهدي لادغ لدغة الحية فرقوا بين المذاهب فدوى الإسرائيل والأخ بكل حقدة قاعد يغدر بخية محوا آثار النبي المصطفى أحمد وغيروا تاريخ لا يمكن بعد طية النواصب والله أذونا يا أبو صالح همهم التكفير وصرنا للدهر دية قالوا أفتوا إذا تفجر جمع شيعة تاكلوا يا المصطفى فخرا فصينية قالوا وأفتوا إذا تفجر جمع شيعة تاكلوا يا المصطفى فخرا فصينية فجروا القديح يا مهدي وبعد الإحساء وهذه الجمعة بعد ما ندر بالنية شوف شل صار وجرى يا مهدي ملينا صرنا نذبح علن يا الغالي يومية ومن نادي يا حسين الداعشي يحتر انظر افعال السلف ويا الوهابية ومن صل على النبي جهرا اجوا قالوا صلوا سرا او تصلوا شوية شوية اللهم صل على محمد وآل محمد ما هو ردكم لهم صلوات بأعلى أصواتكم ثالثاً على حب أهل البيت اللهم صل على محمد وآل محمد أحسنت يصل صوتك إلى الإمام إن شاء الله ويفرج عنا ويثيبك على شعورك الأستاذ عباس فرحان لو طلبنا منك مداخلة أخيرة فأي قصيدة من قصائدك ستسمعنا طبعاً مداخلتي الأخيرة وكما قال أخونا الشاعر خليل تكلم عن الوضع
هذه القصيدة ألفتها في القطيف، كانت ليلة مولد الإمام الحسين عليه السلام، كنا بالأحساء ونوينا نبات في القطيف، وشاء الله أن يحدث هذا التفجير. أسأل الله أن يبعد كيد الأعداء عن شيعة أهل البيت إن شاء الله. رغم سيف الشمر ورهابة يا حسين، صدى دمك ألا من ناصر يصيح، وعلى طول الزمن لبتك أنصار مناها من تطيح بحضنك تطيح. نحبك ندري حبك بطعم موت، نحبك ندري حبك بطعم موت، وعلى حبك ترى تحملنا تجريح، على درب الشهادة نسير مولاي حتى أطفالنا، وكل نفس تسبيح بذكرى مقتلك قدمنا أرواح، هذه الدالوة شعلت مصابيح، بذكرى مولدك قدمنا أرواح، نزفهم كلنا للجنة من القديح، نزفهم كلنا للجنة من القديح. وبما أن الليلة ليلة جمعة، الليلة التي يعرض فيها صحائف أهل الأرض على إمام زمانه، وكما أسلفنا وأخواننا شعراء كلنا ناجينا الإمام وقلنا متى تظهر. هذه عندي قصيدتين، الأولى أبين فيها شنو أنا سويت، والقصيدة الثانية بعنوان ماذا يريد الإمام. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما أعطف على روحي وخجل، كذب من أدعي اللهم عجل. أنا ما أعطف على روحي وخجل، كذب من أدعي اللهم عجل. كم مرة أذكرك تدري في اليوم، إذا عديت مرة ما أوصل. طول العام لاهي وبالي مشغول، أو إذا تسأل أبرر لك وعلل، أدرس أشتغل مسؤول عن بيت، ترى للراحة لحظة ما أحصل. إذا قلت لك تعال عرفني كذاب، نعم كذاب مو محتاج أمثل. إذا تنظر كتاب أعمالي مولاي، كتاب أعمالي يعذرني يفشل. ما عديت نفس الجيتك يوم، أسوف دوم بالتوبة وأمل، ترى اللهم عجل رايد أفعال، على صدق اعتقاداتي تدلل. ولحد ما أعد نفسي اليوم لقياك، أجاهد وأعمل بصمتي أفضل. والقصيدة الثانية على لسان الإمام، إلي مديت كفك، قلت لي كفك وين يا المهدي، اجيت اليوم ابايعها، مستبشر اهني بجيتك الزهراء، لان بالجنه ادري اللي شايعها. وإلي مديت وإلك مديت كفي، وقلت لك بتحنان إلك مني وصيه، وكون تسمعها، إمامك أنا حجة وقائمة أهل البيت، وعلومي من محمد جد منبعها. يا الراد الخلد، تدري الإمام إش راد؟ راد النفس على التقوى تطبعها. آمن بالله عوف الجبت والطاغوت، وصرخت لا إله إلا الله ارفعها، وصدق بالنبي من بعده الكرار، ولا تهمك القالت علي رابعها. أدي الفرض خاشع بول الأوقات، يا الشيعي صلاتك لا تضيعها، زكاة وخمس ذني عليك مفروضات، حقوق الله ورسوله وقوم طلعها. بشهر رمضان صوم وفكر بإخلاص، وعن فعل الحرام النفس امنعها،
حج البيت حجة أو أرجم الشيطان وثياب الذنوب هناك انزعها زور حسين لا تقول امتنع عن خوف على خوض الموت هاي الروح شجعها وعين البشت وعين البشت يوم العاشر بعاشور عن هتك المحارم صون مدمعها واحفظ جارك والزم حدود الدين وارحامك وصلها ولا تقاطعها لان الزهره بس بالشيعة الانجاب يوم الحشر بارين يشفعها يوم الحشر بارين يشفعها. احسنت احسنت ولا فضفوك محمد محمد. وهذا المطلوب منا كمنتظرين، مطلوب منا العمل وليس الانتظار فقط. ماذا أعددنا للإمام أو ماذا كيف أعددنا أنفسنا لاستقبال الإمام في هذه الأيام المباركة؟ مر علينا حدثين جللين، الحدث الأول وفاة خادم أهل البيت الشاعر، وبما أننا في مجلس الشعر والشعراء محمد المخاضر أبو مقداد، وهذا اليوم الشيخ الآصفي، فلروحهما رحم الله من قرأ الفاتحة. السيد الجليل السيد يوسف الصيبعي، النوبة لك ونريد أفضل ما عندك لأن هذا هو اللقاء الأخير في هذه الليلة لك معنا، تفضل. حيث القصيد وحيث الشعر والسمر، حيث القصيد وحيث الشعر والسمر، وحيث ما ساق لي من رزقي القدر، أتيت أنشد شعرا يستضاء به في الداجيات إذا ما غيب القمر. فالشعر من عالم الأرواح جاء به قلب إلى الوحي والإلهام يأتمر. في ليلة خلتها قد عادلت شرفا مليون عام وفيها بارك القدر، إذ شع في جوفها بدر لطلعته كل الوجود بشوق صار ينتظر. أعددت نفسي كي أكون مطارا، أعددت نفسي كي أكون مطارا للقافيات وأرسل الأشعار، وجمعت أسراب الحروف لتلتقي كيما تشن على القلوب مغارا، وشحنتها بمشاعري وعواطفي كيما تطير وتعبر الأقطار، وتبث من مدح النبي وآله عطرا يضوع وينعش الأفكار. أنا ملء الجفون أحب طه صلى الله عليه وآله، أنا ملء الجفون أحب طه وأعشق آله وكذا بنيه، وأعشق كل ما قد جاء منه، وأعشق كل ما ينمى إليه، وأهوى خاطرا بين البرايا وداد المصطفى قد حل فيه، وأعشق كل من إن مر ذكر لأحمد عاجلا صلى عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هو المنقذ
وأنظارنا كلها متوجهة إليه، لذلك كان هذا الطابع في كلمات شعرائنا الندبة: أجدت أيها السيد الهاشمي مهدي السندي، الأستاذ مهدي السندي، أسماعنا مشتاقة لإلقائك، فتفضل. أحسنتم سيدي. وكيف تتوق النفس مني لغيرهم محمد وآل محمد، وكيف تتوق النفس مني لغيرهم وهم حجج الباري وصك خلاصيا، هم العروة الوثقى أحمد، هم الراسخون السابقون تواليا، هم الساهم الراسخون السابقون تواليا، وهل يعبد الرحمن إلا بقربهم، فتبا لمن للحق كان معاديا، وهل يعبد الرحمن إلا بقربهم، فتبا لمن للحق كان معايديا، فيا عادلي فيا عادلي إني جننت بحبهم، فيا عادلي إني جننت بحبهم، ويعلم ربي لست فيهم مغاليا مغاليا، أرى الأرض لا تبقى بغير وجودهم، أرى الأرض لا تبقى بغير وجودهم، وكل وجود دونهم متلاشيا، ولا خير في قلب خلا من ولاهم، وكان عن الثقل المطهر نائيا. بعد ولا خير في شعر بلا مدحهم أتى، ولا خير في شعر مدحهم أتى، يظل عقيما أجوف البطن خاويا، فسل قافيات الشعر من زان قدرها وألبسها ثوب التقى، والمعاليا تجبك بطاها والوصية وفاطمة حسنا حسينين، ثم تسعة أولياء ما جاء ذكرهم الجميل بمحفلين، إلا وصل الحاضرون طواعيا. حكيمة حكيمة تقول ناداني الإمام وقال يا عمي، أوساتها نأخذ إن شاء الله. حكيمة حكيمة تقول ناداني الإمام وقال يا عمي، إفطارك عدنا هالليلة وخبرك بالأمور،
حكمه الليلين ولد مولود ونرجس يا حكيم اما اخوتها اخوتها والليله المهدي شع نوره والليله المهدي شع نوره ليله المهدي تطالع تطالع بالسم عيوني عيوني تطالع بالسم عيوني وسحب حبك تحاكيها تطالع بالسم عيوني وسحب حبك تحاكيها تقول الهش كثر شوقك غدت مستهزئة بيها نست نسيت العيون مخلوقة عشان تشوف مهديها نسيت العيون مخلوقة عشان تشوف مهديها ومن عشق أحبابك غيرانة من عشق غيرانة من عشق أحبابك ونجوم الليل سهرانة شفتها توزع حروفك نجوم الليل سهرانة شفتها توزع حروفك وغيران القمر مولاي شفته يعدد ضيوفك وشفت السحب كلها تدور كنها خايفة نشوفك وشفت السحب كلها تدور كنا خايفة نشوفك هاخوتها بعد هاخوتها او ترضي ضيوفك لو ترضيها ترضي ضيوفك لو ترضيها والعادة العادة من يهل شعبان يصير الفرح طابعنا العادة من يهل شعبان يصير الفرح طابعنا وما تاخذ إجازة أقلامنا وشفتات تجمعنا إيه وما تاخذ إجازة أقلامنا وشفتات تجمعنا بهوسات وأبو ذيات تتزين شوارعنا بهوسات وأبو ذيات تتزين محافلنا هاخوتها هاخوتها أو تستاهل ليلة مهدينا تستاهل ليلة تستاهل ليلة مهدينا في شعبان في شعبان صدت القلم صدت القلم مرة يسايل أوراقي في شعبان صدت القلم مرة يسايل أوراقي يقلها يقلها مولد الموعود عنا شقد بعد باقي قالت للأخو شيعي قالت للأخو شيعي قالها نعم وعراقي قالت جنسيتك شك بيها قالت جنسيتك شك بيها وإذا سألوني نختم بآخر وإذا سألوني أمت العيد أقول العيد هالليلة إذا سألوني أمت العيد أقول العيد هالليلة لأن بيها انولد مولود منقذ يعدل الميلة يقيم العديل والدنيا ذليلة خاضعة جيله هاخوتها هاخوتها والكون يشعب أنواره والكون يشعب أنواره والكون يشعب
أستاذي لو جلست إلى مطلع الفجر لما تحرك الجمع، لقد شددتهم شدة. الله يسلمكم إن شاء الله. الأستاذ مهدي السندي، صوتك زاد كلماتك قوة وتأثير، فليس لنا إلا الاستسلام له. الله يحفظكم جميعا إن شاء الله. الأستاذ العزيز خليل آل إسماعيل ينتظر دوره، 5 دقائق فقط ونختم إن شاء الله. تفضل أستاذ. إن شاء الله ما نطول عليكم. طبعا بيتين قبل البدء كتبتهم حين في فقيدنا الغالي أبو مقداد بعد كسار الفاتحة اليوم. كسرنا الفاتحة وظلينا مكسورين، ودموع الحسرة ما جفت تصيح العين. مشينا وعلى الأهل سلمنا والأقراب، ونخليك على راحة سولف يا حسين. الحين يعتقد جدور نحط حرتنا في الدواعش، لما يصير نصيب ليهم ما ارتاح. مقطع ودخول في قصيدة جديدة. قل يوم الجمعة ناوي بي صلاة، تفجر حزام الحقد يا حرملة. قل بي مسجد يا ارهابي ونجيك، نصلي كلنا وعادي من القنبلة. عالوعد وياك فجر، بس نريد انفجار حزامك ويا البسملة. يكون نتفجر جميعا بابتهال، وسورة الفاتحة كون مرتلة. ما نعوف حسين، ما نعوف الصلاة، هاي تفجيرك ترى يقوي الصلة. بليلة استشهادة وبميلادة جيت تذبح العشاق وتزيد البلة. بس سؤال وجاوب وخلك صريح، انت ويا حسين عندك مشكلة. يا دواعش بالله فهمون على ملتكم، بي شرع جيتون قولوا شنه مذهبكم. راية الإسلام بيديكم ترف كل صوب، وبيها اسم المصطفى، مو هذه رايتكم. بالله هذا المصطفى وفعله وقيم دينه صار إرهاب النبي من زيف فعلتكم. النبي كان بحروبه يحارب الكفار، يحارب إسرائيل كلها وبالعدل يحكم. هذا يا دين اللي يجوز ذبحة الأطفال، وصارت برقبة زلمنا تصول شفرتكم. هذا يا دين اللي يكفر شيعة أهل البيت، وهذا يا دين اللي يحز نحر اللي يخالفكم. جيت لعنة من سقر يا لعنة التاريخ، والله من للعن أبوكم لا بجيتكم. لحية المؤمن وقار وصورة للإسلام، منه يسلم دام وسخة وقذرة لحيتكم. منه يسلم والشرع عدكم صبح بالكيف، وجنة الله هسه صارت كلها جنتكم. وجن حور العين حق داعش فقط حكرا، هذا يا حورية ترضى تشوف وشرتكم. قلت بغداد وهو مو بغدادي، هاي منين؟ شنه حال الدين؟ قولوا هذا مرجعكم. هم بس ذبح الروافض والصليبيين، خلي روح امريكا لو امريكا بلدتكم. اللي يحب حيدر علي كافر مجوسي صير، لان حيدر بيكم تنبأ وكفركم. لان حيدر شيعته من معدن الاطهار، وانتو ما تدرون حتى باللي خلفكم. مو ذنبنا بالحلال، امنا ولدتنا سباع، الذنب والمشكلة تتكون بامكم. روحوا سألوها بأبوكم، هذا لو واحد والله أقطع إيدي كلها لو تجاوبكم. مو هند أمكم وهي ما قصرت فديوم، جزاها الله خير. إش هالسلالة إش هالنسب، لعنة على خلقتكم. إحنا شيعة عشرية والقيادة حسين،
والملائك لينها تسبح وتلعنكم مزبلة التاريخ انتوا بفكرة التكفير. والو مي القذرة منهم كان مصدركم بفتوة التفجير بينا والذبح بالسيف وذبحة الشيعي هي بالذات فتوتكم. لا احترام بقولي لا نغزة ولا إيماء هذا تاريخ وحكي يا ما بشغف عنكم. جدكم ابن العاص اظهر عورته خوفا ابو عزرائيل جاكم كشفوا عورتكم. يا يهود المسلمين انتو يا نسل ابليس يا يهود وبني خيبر هي امتكم باكر تهربون بذيال الخزي والعار وبس جهنم يا دواعش تالي يضمكم. هربوا هسه هالوقت كالسيف يا الارجاس ما تقطعونه اكيد بحد يقطعكم. هربوا والجيش العراقي بلا قلب جاكم اختاروا قبل الموت ساحة وبيها مدفنكم. ومن يدفنوكم اذا دفنوكم الثوار سلموا لي بجهنم على معاوية جدكم. وافلح من يصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أجدت أحسنت ورحم الله والديك. تدشن جمعية المرخ الخيرية وبالتعاون مع بلدية المنطقة الشمالية مشروع القرية الجميلة عصر الجمعة القادم مباشر الجمعة اللي بعده، ويشمل المشروع تنظيف وتشجير وتجميل واجهات المنازل، وتتمنى الجمعية مشاركة الجميع في المشروع ودعمه، وهناك جائزة بنهاية المشروع للقرية المتميزة، والمطلوب الحضور المكثف لجميع الفئات العمرية. طبعا حضوركم مهم في المشروع لأنه راح يدعم المشروع. في النهاية في ختام لقائنا هذا نشكر الشعراء الشاعر خليل آل إسماعيل والشاعر عباس فرحان والسيد يوسف الصيبعي والأستاذ مهدي السندي، ويتقدم السيد طه السيد عيسى نائب رئيس المأتم بتكريم الشعراء. كانت رحلة شيقة أخذتونا فيها فجزاكم الله ألف خير. الشاعر تذكير بالإعلان الجمعة المباشر اللي بعدها إن شاء الله. حضوركم مهم جدا لأن حضوركم راح يدعم المشروع، فنرجو تواجدكم بكثافة. فعالية ليلة الغد تستمر ليالي المهدوية ليلة غد وختام الليالي مع مهرجان إنشادي بمشاركة مختلف من فرق إنشادية. تبدأ الفعالية إن شاء الله الساعة 8 ليلة غد إن شاء الله الساعة 8 وفرق إنشادية. الشاعر عباس فرحان صلوا على محمد وآل محمد. الشاعر مهدي السندي أحسنتم وبارك الله فيكم. أجدتم الشاعر خليل آل إسماعيل الشاعر السيد يوسف الصيبعي الآن صورة جماعية مع شعراء للحضور بروحه. تبغى بعد الحضور لو
أكرر شكري لكم وبارك الله فيكم. لقد استمتعنا بالاستماع إلى كلماتكم التي أثرت فينا. الحضور الكريم، إذا تحبون صورة جماعية مع الشعراء مراخة وما يحبون تفضلوا. أجينا بعد سيد زكريا.